معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد السفير أحمد أبو الغيط، معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، معالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، السادة السفراء، السادات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، أرض السلام ومهد الحضارات، حيث يجتمع اليوم لفيف من السادة وزراء الإسكان والتعمير والخبراء المعنيين بقضايا التنمية العمرانية المستدامة من كافة الدول العربية الشقيقة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. اليوم نجتمع متحدين للسعي نحو تحقيق حلم واحد، وهو الارتقاء بجودة الحياة للمواطن العربي في ظل مساحة مشتركة من الأفكار البناءة والتجارب الطموحة لمدننا العربية. وعلى هامش الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ونتاجاً للتعاون العربي، يأتي المؤتمر في نسخته السابعة تحت شعار نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة. يأتي المؤتمر مؤكداً على تعزيز كافة التزامات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسلطاً الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للمدن الذكية المستدامة. يأتي مكان انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون شاهداً على مجهودات الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للجمهورية الجديدة لتحقيق أعلى معدلات التنمية وتلبية الطلب على السكن الملائم والارتقاء بجودة الحياة لكافة المواطنين. أترك حضراتكم الآن مع فيلم تسجيلي قصير بعنوان المدن الذكية الطموحات والتحديات. المسكن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وعلى مر العصور تطور شكل المسكن وأصبح مرتبط بمراكز حضرية ليها نظام وبتوفر خدمات متنوعة سميت بالمدن. في الوقت الحالي بيعيش أكتر من 50% من البشر في المدن، يعني حوالي 4 مليار شخص، وبحلول عام 2030 هيعيش ما يقرب من 60% من سكان العالم في مناطق حضرية، وبإحصائيات وقتها هيكون العدد 8 مليار. ومع كل التوسعات العمرانية في العالم والنمو الحضاري المتزايد، أصبحنا بنستهلك أكتر من 80% من طاقة الأرض، وده بيضغط على المتاح من الموارد بشكل متسارع، وكمان بيسبب أضرار بيئية كبيرة زي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وده أدى إلى ضرورة اهتمام الدول بمفهومين في غاية الأهمية علشان يتم تدارك الأخطار البيئية الناجمة عن التوسعات العمرانية واستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان بشكل فعال ومرن. المفهوم الأول هو الاستدامة، ففي عام 2015 تم إقرار أهداف التنمية المستدامة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض. والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة هو تطوير المدن والتجمعات البشرية وجعلها آمنة للجميع، والأهم إنها تكون قادرة على الاستمرارية. أما المفهوم الثاني هو إنشاء المدن الذكية، وفكرة المدن الذكية هي استغلال التقنيات التكنولوجية في مجالات مختلفة زي مجال المعلومات والاتصالات، وربطه وتطبيقه في كل نواحي الحياة بالشكل اللي يؤدي إلى تسهيل الخدمات والقدرة على تحليلها وتطويرها. ومع تطبيق مفهومي الاستدامة وإنشاء المدن الذكية
هيتم تحقيق مفهوم تسعى ليه الحكومات بالأساس، وهو جودة الحياة. ودي غاية أساسها تحسين المعيشة من خلال توافر عناصر زي الأمن وزيادة الوعي الثقافي، بجانب تحسين جودة التعليم والبيئة والصحة. وده بيحقق التوازن اللي بيرفع مستوى الرضا العام والإنتاجية، وبالتالي سلامة المجتمع. وعلى مستوى العالم العربي بدأت الكثير من الدول تقديم نماذج مختلفة وطموحة لتطوير مدن ذكية مستدامة في المجتمعات العربية، والتغلب على العقبات والتحديات اللي بتواجههم أثناء التطبيق والتنفيذ. وبمناسبة انعقاد مؤتمر الإسكان العربي السابع في جمهورية مصر العربية، فدي فرصة إننا نشير للخطة اللي بدأنا تنفيذها من 8 سنين بأفكار طموحة تبنتها القيادة السياسية للرقي بالخريطة العمرانية بشكل عام. وهنا جه دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على وجه التحديد، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، بإنشاء مشروعات عملاقة تحولية للبنية التحتية بتشمل المدن القائمة من الجيل الأول والثاني والثالث، وبتنشئ مدن جديدة من الجيل الرابع. وده أدى إلى تغيير وإعادة تنظيم التجمعات السكانية الموجودة، فقامت الدولة ببناء متزامن للمدن في جميع أنحائها. وكانت البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. بيتم تطوير العاصمة الإدارية الجديدة برؤية استراتيجية اللي بتندمج بنيتها التحتية مع الخدمات المقدمة لسكانها وزائريها، والنتيجة إنها هتكون مركز لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية. والعاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج بيجسد تجربة واقعية وفريدة للجمهورية الجديدة، وبتمثل قدوة يحتذى بيها، وبتمهد طرق لنماذج أخرى بتشمل 14 مدينة جديدة في معظم محافظات مصر، زي مدينة العالمين الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع الذكية، واللي ما بقتش مجرد وجهة سياحية صيفية، ولكن أصبحت صالحة للإقامة والعمل على مدار العام. ومدينة المنصورة الجديدة اللي شرفها السيد الرئيس بالافتتاح علشان تكون امتداد حضاري وعمراني لسكان الدلتا وشمال مصر. وكل المشروعات دي هي مجرد مقدمة لتطبيق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، الرؤية اللي بتسعى للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. مع بداية كل يوم جديد بتتغير خريطة الدولة، وبينمو مفهوم جديد تبذل من أجله تضحيات ومجهودات لا تعد أو تحصى، في سباق حقيقي مع الزمن من أجل التغيير. ونسعى بكل فكرنا وجهدنا لتعزيز التجارب العربية عشان تعيش مجتمعاتنا في ازدهار ووحدة ورخاء، ونتجه لمدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة. السيدات والسادة الحضور، نرحب بحضراتكم مجددا في مؤتمر الإسكان العربي السابع، ونبدأ الآن بالكلمة الافتتاحية للمهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجموعة العمل التنظيمية للمؤتمر، فلتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة الأعزاء أصحاب المعالي وزراء الإسكان والتعمير العرب، السيد الأستاذ الدكتور خالد الذهبي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، السادة رؤساء وممثلي الوفود العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني أن أرحب بضيوفنا الكرام جميعاً وأشكركم على تحملكم عناء السفر ومشقته للمشاركة في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، والذي يأتي تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة. وإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا ومشاركتكم فعاليات الجلسة الافتتاحية، وأهلاً بكم في جمهورية مصر العربية أرض الكنانة ومهد الحضارة وعلى أرض العاصمة الإدارية الجديدة. وإنه لو من دواعي فخرنا واعتزازنا أن يأتي هذا المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخالص الشكر والامتنان لهذا الدعم. وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام أحد أبرز التوجهات التي تهتم بها الحكومات العربية في الوقت الراهن، وهي المدن الذكية، والتي تساهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن العربي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي جاءت معه الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية وحلول مبتكرة لتصبح مدننا العربية مواكبة لهذا التطور من خلال تخطيطها وتصميمها لتواكب الاستدامة. معالي أصحاب السعادة السيدات والسادة، يأتي هذا المؤتمر نتاجاً للتعاون العربي وانعكاساً لتضافر الجهود العربية من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية الهامة، حيث يشارك به لفيف من معالي السادة وزراء الإسكان والتعمير العرب وحوالي مسؤول وخبير عربي من الدول العربية. ولكم أسعدني التمثيل الكثيف للدول العربية لعرض تجاربها وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة وقصص النجاح لديها، حيث يعرض خلال جلسات المؤتمر 19 ورقة وطنية يعرضها زملائي في وزارات الإسكان والتعمير العرب بالدول العربية، بالإضافة إلى المشاركة الثرية بالورقات البحثية من السادة الباحثين العرب والمصريين. تلك الأوراق البحثية التي تغطي محاور المؤتمر الأربعة: المدن الذكية، المدن المستدامة، جودة الحياة، التجارب العالمية والإقليمية. أود الإشارة أيضا إلى المعرض المصاحب الذي سيتم افتتاحه من السادة الوزراء عقب الجلسة بمشاركة عربية مشتركة من الدول العربية والجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية والجامعات المصرية وشركات التطوير العقاري بإذن الله. يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات عقب المؤتمر يوجد زيارة ميدانية غداً لمشروعات العاصمة الإدارية والمناطق التراثية بالقاهرة، وذلك لضيوفنا الكرام أصحاب السعادة الوزراء والوفود العربية الرسمية التي تشرفنا. أخيراً وليس آخراً، أود الإشارة إلى الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سبيل التزام الدولة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاماً في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الإسكان بوجه خاص، فضلاً عن تطوير السياسات والنظم والتشريعات التي تتم هذه الأونة، وضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن المصري للسكن. في ختام كلمتي أدعو الله
أن يكلل مؤتمرنا هذا بالنجاح وأن تكون توصياته داعمة للمزيد من التعاون بين الدول العربية الأشقاء. شكرا جزيلا. شكرا للسيدة المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس مجموعة العمل التنظيمية للمؤتمر على هذه الكلمة. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء رئيس مجموعة العمل العلمية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جمهورية مصر العربية، معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة وضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الأعزاء المحترمين، السيدة المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أساتذتي الأفاضل وزملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كلمتي أود أن أرحب بحضراتكم جميعا في مؤتمر الإسكان العربي في دورته السابعة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سينعقد هنا في مصر أرض السلام وأرض الحضارة. أتوجه لسيادتكم جميعا بالشكر على حضوركم الكريم المتميز لهذا الحدث العربي الهام، والذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والارتقاء بالمسكن من خلال ترسيخ مفهوم المباني والمدن الذكية المستدامة في التنمية العمرانية وتوفير المسكن الملائم الذي يحقق جودة الحياة للمواطن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، توجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص خلال العقد الأخير إلى بناء مجتمع يملأه الإحساس بالرضا عن الحياة وإشباع الحاجات من خلال كفاية ورقي الخدمات المقدمة له والظروف البيئية الاجتماعية الملائمة المحيطة به، وذلك من خلال استحداث نمط جديد للبيئة المحيطة به من خلال مدينة جديدة أكثر تكنولوجيا، وهو ما أتى بفكر المدن الذكية كمنظومة متكاملة توظف وتستخدم تكنولوجيا في الحياة اليومية لتحسين جودة الحياة وكفاءة العمليات، وكذلك تتسم بالمرونة لتبني أحدث الحلول والتقنيات بالمستقبل، كما تم إعداد تشريعات وسياسات وأنظمة هندسية تساعد على انطلاق مشروع المدن الذكية في المدن والعواصم العربية. ولقد انتهت المؤتمرات العربية للإسكان في دوراتها السابقة بنجاحات كبيرة تدفعنا قدما لبداية عظيمة نبدأ من خلالها العمل للدورة السابعة في مؤتمر الإسكان العربي. وهنا أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمهم ورعايتهم الكريمة للمؤتمر، وأشكر كل المؤسسات الدولية والمحلية المشاركة في دعم هذا الحدث العربي. يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من الدول العربية لعرض ما يزيد عن 6 محاضرات رئيسية، 19 ورقة وطنية، 65 بحثاً تقديمياً من 11 دولة عربية، وهو ما يجعل البرنامج الفني للمؤتمر واحداً من أقوى برامج المؤتمرات. أتمنى أن ينتج عن هذا الملتقى تواصلاً ومناقشات وتبادلاً للرؤى لوضع أفضل الحلول والآليات التي تساهم في انطلاقة جديدة لجميع الأطراف المشاركة في التنمية العمرانية نحو تطوير الآليات والسياسات والكودات بما يحقق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية الذكية المستدامة ويساهم في تحقيق جودة الحياة للمواطن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة الحضور، أهلاً وحاضراً بحضراتكم مرة أخرى، وأتمنى المشاركة المثمرة في جلسات المؤتمر والاستمتاع بأوقاتكم في بلدكم الثاني مصر والاستمتاع بما سيقدم في هذا المؤتمر الهام بإذن الله. ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر لكل اللجان التنظيمية والعلمية للمؤتمر على الجهد المبذول في إخراج هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف. ولضيوفنا الأعزاء، أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة والعودة السالمة إلى أوطانكم بعد الاستمتاع بوطنكم الثاني مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور خالد الذهبي رئيس مجموعة العمل العلمية على هذه الكلمة. والآن أتشرف بدعوة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد السفير أحمد أبو الغيط فليتفضل
معاليه لإلقاء كلمته. معالي الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جمهورية مصر العربية، الإخوة الوزراء الحضور الكريم، السفراء المتخصصين، الباحثين، أساتذة الجامعات، كل من شارك في الإعداد لهذا المؤتمر أو ينوي أن يقدم أوراقاً مفيدة فيه. الحضور الكريم، إنه من دواعي السرور أن نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الهام لنتحدث عن مستقبل المدن الزكية والمستدامة هنا في هذه المدينة الجديدة التي كانت منذ أقل من 6 سنوات أرضاً جرداء على تخوم القاهرة، وها هي اليوم بفضل التخطيط الطموح وسواعد المصريين وجهدهم تخرج للواقع في وقت قياسي. إن هذه المدينة وغيرها من المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية وهي كثيرة ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، ولهذا المكان رمزية قوية لما يحمله من أمل يعلقه الكثير من أبناء هذا الوطن على مشروع سيوفر سكناً كريماً لأجيال اليوم والغد، ويكون مركزاً مفعماً بالنشاط والابتكار بإذن الله. حقيقة الأمر يجب أن أعترف أن هناك صحوة غير مسبوقة في المجتمع العربي. من ناحيتي بصفتي أميناً عاماً للجامعة العربية أقوم بالكثير من الزيارات في الدول العربية، من عمان في الشرق إلى المغرب في الغرب إلى الجنوب، وأرصد مجتمعات ودول لا يصدق الإنسان أن هناك هذا القدر من الصحوة. منطقة الخليج، مدن الخليج، ولكن يجب أن أعترف أيضاً أن هناك في هذا البلد مصر، واعذروني باعتباري مصري أتحدث عن بلادي وإن كنت ما زلت أميناً عاماً للجامعة العربية، يجب أن أعترف أن هناك شيء غير مسبوق على الأرض المصرية. من جنوب مصر في أسوان يذهب الإنسان للزيارة ويرى شيء حقيقة شيء مبهر، ثم يسافر إلى العالمين، ثم يأتي إلى المنصورة، ثم يذهب إلى القاهرة، ثم يرى هذه صحوة حقيقية لمجتمع مصري قوي تاريخياً وثقافياً، وبالتالي فهو شيء مبهر ليس فقط لمصر وقوتها، ولكن لنا نحن جميعاً، نحن العرب. اسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية وإلى الوزير الجزار على الجهود التي المقدرة التي بذلت في هذا المؤتمر الذي يقام تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. إن هذا المؤتمر الذي أسسه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت
تحت مظلة جامعة الدول العربية يوفر فضاءً علمياً وأكاديمياً مهماً وإطاراً جاداً لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في الوطن العربي، كما يتيح منصةً لجميع الهيئات المتخصصة والمعاهد والخبراء وتبادل خبراتهم وطرح أفكارهم لتطوير التجمعات العمرانية بما يتناسب ومتطلبات الوضع الراهن وتغيراته المتسارعة وما قد ينجم عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية. وفعلاً من يقرأ هذا البرنامج لهذا المؤتمر يجد فيه محاور وندوات ونقاشات ومحاضرات واجتماعات، يعني حقيقة نشكر كل من ساهم في هذا الجهد العظيم. تابع العالم باهتمام شديد أعمال الدورة 27 لقمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ منذ أسابيع قليلة، وسعت الرئاسة المصرية للقمة أن تكون هذه الدورة محطة فارقة في تاريخ الجهد الدولي لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت على طرح موضوعات مهمة مثل التمويل ونقل التكنولوجيا والمياه والخسائر والأضرار والتعويضات أيضاً، وحاولت حشد توافق دولي للخروج بالتزامات تنفيذية بشأنها. ولم يكن ملف المدن غائباً عن اهتماماتها، حيث نظمت عدداً من الفعاليات المتعلقة بقطاع الأسكان والتعمير، أهمها الاجتماع الدولي الموسع لوزراء الأسكان والتعمير المنعقد في يوم الحلول بتاريخ 17 نوفمبر 2022. وقد كان من بين نتائج هذه القمة إطلاق عدد من المبادرات والخطط في هذا الشأن، أذكر منها مبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق 30 مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي وفق 5 محاور رئيسية، منها المستوطنات البشرية والبنية التحتية. وكما تعلمون تستقطب المدن اليوم مثلما رأينا وشاهدنا في هذا الفيلم نصف سكان المعمورة، وهو رقم مرشح للارتقاء في ظل استمرار ظاهرتي النزوح والنمو السكاني. استشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 فإن 70% من البشر سيسكنون في تجمعات حضرية، وبالرغم من صغر مساحة المدن والتي لا تتجاوز 2% من هذا الكوكب، إلا أنها تستهلك 3/4 الطاقة المنتجة عالمياً وتطرح في الجو 70% من إجمالي الغازات الدفيئة، مما يجعلها عاملاً بارزاً من عوامل التغير المناخي، ولكنها في الوقت ذاته أكثر المتضررين من الكوارث والأوبئة الناجمة عنها. وفي الوطن العربي ترتفع نسبة التمدن بسبب طبيعتها الجغرافية واتساع رقعة التصحر فيها، والتي تدفع بمزيد من الأفراد إلى الانتقال إلى المدن بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل. والحقيقة أن بعض المدن العربية تواجه أوضاعاً ضاغطة أكثر من غيرها بسبب تراكم مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأيضاً واجب أن نعترف ديموغرافية. وأشير هنا إلى رقم أراه معبراً بما يكفي عما ينتظرنا من تحديات، إذ تضاعف عدد سكان الدول العربية خلال الربع قرن الأخير وسيتضاعف مرة أخرى خلال الربع قرن القادم وفقاً للتقديرات المتوقعة.
وهنا علينا أن نطرح سؤالاً ملحاً لا يتحمل التأجيل: أين سيسكن هؤلاء 400 مليون مواطن عربي من أبنائنا الذين سيولدون بحلول عام 2050؟ وهل يمكن الاستمرار في بناء مدن وفق الذوق الطرق التقليدية في التخطيط والتنفيذ؟ وكيف يمكن التعامل مع تبعات تغير المناخ من كوارث طبيعية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب المياه الذي يهدد بإغراق مناطق عمرانية واسعة؟ والجواب الأكيد أن القواعد القديمة في التعامل مع مشكلات هذا القطاع لا تتلائم مع التحديات والمخاطر المستجدة. وبالنظر إلى الطبيعة الملحة لهذه المشكلات وفي ضوء الظروف الضاغطة التي أشرت إلى بعضها، فإننا جميعاً مطالبون بسرعة التحرك بكل حكمة ومسؤولية لتحويل التهديدات إلى فرص، وبيدنا أن نضع هندسة جديدة تحول المدن من سبب رئيسي للانبعاثات إلى مجال ينتج حلولاً ومخارج تنقذ الأرواح من الأقطار المتصاعدة. وهنا نرصد مدينة مثل هذه وغيرها من المدن العربية الجديدة. إن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها وفق مناهج جديدة تقلل من الانبعاثات الضارة وتوفر الطاقة النظيفة وتحسن إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، كما تعمل على تدوير النفايات ومكافحة التلوث من خلال التشجير واستخدام التكنولوجيا الذكية في التنقل والرصد والإنذار المبكر. ونحن في الجامعة العربية نرصد هذا المجال، ولدينا فعلا قدرة ومنظمة عاملة في هذا الحقل. الإخوة الحضور الكريم، الإخوة والأخوات طبعا الحضور الكريم، أو الأخوات والإخوة، لأنه السيدات يسبقنا الرجال مثلما نعلم. السادة المسؤولون في جميع قطاعات التعمير، حقيقة أنتم الفاعلون الرئيسيون في مسيرة التكيف مع معضلة التغير المناخي، وأننا ندرك جميعا حجم المسؤوليات الواقعة على عاتقكم، فهي مزدوجة، إذ من وجهة تتعاملون مع تركة الماضي بقدر ما أتيح لكم من وسائل لتطوير المدن القادمة. ومنذ دقائق كنت أتحدث مع الدكتور الجزار وزير الإسكان المصري عن مناطق مختلفة في مدينة القاهرة وما يبذل فيها من جهد للتطوير ولإعادة الصياغة مع الحفاظ على البعد الاجتماعي واحترامه وتأكيد أسبقيته على أي شيء. فتطوير المدن القائمة مع الحفاظ على أصالتها وتراثها، ومن جهة أخرى تخططون لمدن المستقبل وتنفذونها. وأنني على اقتناع كامل بأنكم أهل لهذه الثقة وقادرون على تجاوز تلك التحديات لبناء غدا أفضل للأمة العربية والشعوب العربية، في ظل ما نراه من إنجازات حققها قطاع السكن في الدول العربية، أصبح بفضلها قطاعا حيويا ومحركا أساسيا للتنمية. كل التمنيات لهذا المؤتمر الهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. شكرا معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد السفير أحمد أبو الغيط على هذه الكلمة. والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، أتشرف بدعوة الأستاذ الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتفضل معالي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإخوة الأعزاء، أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير العرب، سادة رؤساء وممثلي الوفود العربية، معالي أصحاب السعادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني مشاركتكم وحضوركم الكريم في بلدكم الثاني مصر، وأرحب بكم في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان السابع، والذي يأتي بالتزامن مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته 39، وأتمنى لكم قضاء وقت طيب ومشاركة فعالة ومثمرة. وأتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الكامل والمستمر لملف الإسكان بجمهورية مصر العربية. معالي أصحاب السعادة والسيدات والسادة، يأتي مؤتمر الإسكان العرب السابع في إطار تعزيزات متزامنة لكافة دول الوطن العربي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتيح المؤتمر مساحة نقاشية لطرح رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي وسبل النهوض بالعمران العربي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم الآن، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية المستدامة التي تحقق أعلى معدلات التنمية وتلبي احتياجات الطلب على السكن الملائم وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع. ويرسي المؤتمر من خلال جلساته العلمية معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة وقدرة على المنافسة وتلبية الطلب على السكن الملائم، بما يوفر احتياجات الأجيال الحالية والقادمة والمستقبلية، وتلبية الطلب على الحق في السكن اللائق لكافة الأجيال الحالية والمستقبلية، ويتوافق ذلك مع أهداف مبادرة المدن المستدامة والمرنة التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الموسع ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27، والذي يعد أول اجتماع وزاري على الإطلاق حول التحضر وتغير المناخ، حيث شرفنا بحضور أكثر من 60 وزيرا للإسكان والتنمية الحضرية، كما تجاوز عدد رؤساء البلديات وقادة المدن 50 ممثلا وأكثر من 200 جهة غير حكومية، وذلك من أجل هدف واحد، وهو تحويل المدن لتكون مجتمعات صحية مستدامة وعادلة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات. معالي أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، إن التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية المختلفة، التي تشمل البنية التحتية العصرية كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، فقد شهدت جمهورية مصر العربية خطة نحو التحول الرقمي لكافة القطاعات بدءاً من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى البرامج والتقنيات التي تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة لكافة المواطنين.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء مدن الجيل الرابع كمدن مستدامة ذكية تلبي احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية وتوفير بيئة رقمية صديقة ومحفزة للتعلم والإبداع. هذا وبالإضافة إلى التحول التكنولوجي للأجيال المدن الجديدة السابقة. وتعد العاصمة الإدارية الجديدة هي حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، فهي واحدة من أبرز هذه المدن، حيث استهدف المخطط الاستراتيجي القومي لمصر إنشاء مراكز تنموية جديدة قائمة على الاقتصاد المعرفي مستخدمة أحدث التطبيقات العالمية والأسس التخطيطية في بناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها بناء مراكز للمال والأعمال بها أطول برج إداري وأفريقي في أفريقيا، ومنطقة حي الحكومات الحي الحكومي تضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السكنية لكافة شرائح المجتمع، الأمر الذي أدى بدوره إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لكافة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً. وفي إطار تبني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة قومية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، فقد سعت الحكومة المصرية جاهدة لإطلاق مبادرة حياة كريمة، المشروع القومي الذي يستهدف تطوير الريف المصري في كافة جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وخاصة مرافق البنية الأساسية والخدمات، لتحقيق التنمية الشاملة للريف بما يحقق نقلة نوعية في حياة سكانه كهدف أساسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها جمهورية مصر العربية عام 2021. معالي السادة والسيدات الحضور الكرام، نأمل أن تشهد جلساتكم الحوارية للمؤتمر نقاشات ثرية وتبادل للخبرات بين النخبة والمتخصصين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات تمثل رؤية مشتركة للدول العربية نحو تنمية حضرية ذكية ومستدامة قابلة للتطبيق. وفي الختام اسمحوا لي أصحاب المعالي والسعادة أن أتقدم بالشكر الجزيل لرؤساء وأعضاء الوفود العربية على تلبيتهم دعوة المشاركة في فعاليات المؤتمر، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجموعات العمل التنظيمية والعلمية على المساهمة في إعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر. أكرر تحياتي لكم جميعاً، وأسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمال المؤتمر بالنجاح، وأمتنا العربية أتمنى لها دوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هذه الكلمة. السادات والسادة الحضور الكرام، في ختام الجلسة ندعو الآن السادة والسيدات الوزراء، وزراء الإسكان والتعمير العرب ورؤساء الوفود، بمشاركة معالي السيد الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد السفير أحمد أبو الغيط لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث يشارك بالمعرض الوزارات والجهات المعنية بالإسكان والتعمير بالدول العربية لعرض أهم مشروعات التطوير العمراني التي تعكس قدرة الدول العربية على إقامة نماذج متكاملة لمدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. نستأذن السادة الحضور بالبقاء في هذه القاعة لمتابعة فعاليات افتتاح المعرض على هذه الشاشة. نشكر حضراتكم السيدات والسادة الحضور، ونتمنى لكم إقامة ممتعة ومشاركة فعالة وبناءة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.